السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. اليوم غنخدم معكم واحد النموذج ديال الفرد الثاني ديال الدورة الثانية بالنسبة للمستوى الثانية إعدادي، المادة ديال الرياضيات. إذا بدينا إن شاء الله كنحطوا الفروض الثانية ديال الدورة الثانية، غنخلي لكم الرابط ديالها أسفل الفيديو، وكذلك يعني هذا الفرد هذا على شكل صور غنخلي لكم على صفحة ديال الفيسبوك أو لا هنا على اليوتيوب النيت. اذا كالعاده باقي الدروس، راه يعني الدروس اللي كطلبوني عليهم راه كنخلي يعني كنحاول نسجلهم لكم على شكل فيديو. الدروس ديال الفيزيك راهم كاينين، الا احتاجيتو مازال شي درس يعني وصلتوا ليه وباقي ما حطيتوش لكم خليو ليا في لي كومونتير، وما تبخلوش علينا بلي جيم ديالكم بلي كومونتير ديالكم. اذا غنبداو بالاكزرسيس ا ريزودر لي زيكواسيون سويفونت. اذا غادي نخدموا على الريزوليسيون ديال هاد لي بروبليم، ديال ماشي لي بروبليم وانما لي زيكواسيون. اذا غنبداو، عندي 5 اكس ناقص 9 كتساوي 2 اكس زائد 12. اذا عندي هنايا 5 اكس ناقص 9 كتساوي 2 اكس زائد 12. اذا كالعاده كندوزو لي زيكس لواحد الجهه وكندوزو الاعداد للجهه الاخرى. اذا 5 اكس ناقص 2 اكس تتساوي 12، اذا الناقص غدوز الجهه الاخرى بزائد، اذا غتعطيني زائد 9. اذا 5 اكس ناقص 2 اكس هي 3 اكس كتساوي 12 زائد 9 هي 21، دونك اكس كتساوي 21 على 3، دونك اكس كتساوي 7. اذا ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون اللي هي 7 ولا 7 اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون، 7 اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. اذا غندوزو ليكواسيون الثانيه، عندي نقول هنايا اذا 2 اكس ناقص 1 على 7 زائد اكس زائد 2 على 3 كتساوي 4 اكس ناقص 7 على 21. اذا بطبيعه الحال كنوحد المقامات باش كنتخلص من المقام وكن يعني كنحتفظ غير بالبسط. اذا هنايا المقام المشترك هو 21 لان 21 من مضاعفات 7 وكذلك من مضاعفات 3. اذا هنا غنضرب في 3 هي 3 2 اكس ناقص 1 زائد هنا بطبيعه الحال غتكون عندي 21، هنايا غنضرب في 7 صافي درت زائد، اذا 7 في اكس زائد 2 على 21، وهذه غتبقى ما غيتبدل فيها والو لانها اصلا هي على 21. اذا غنمشيو للمقامات غنحتفظ ب 3 في 2 اكس ناقص 1 زائد 7 في اكس زائد 2 تساوي 4 اكس ناقص 7. اذا هنا غادي ننشر وغادي ندوز لي زيكس للجهه وحده، اذا 3 في 2 اكس هي 6 اكس ناقص 3 زائد 7 اكس زائد 14 كتساوي 4 اكس ناقص 7. اذا هنايا عندي 7 اكس زائد 6 اكس هي عندي هنايا 13 اكس، غنجيب هذه ناقص 4 اكس كتساوي هنا ناقص 7 زائد 3 ناقص 14. اذا 13 اكس ناقص 4 اكس هي 9 اكس كتساوي اذا ناقص 7 ناقص 14 هي ناقص 21 ناقص 3 هي ناقص 18. اللي باقي كيتلف هاد العمليه يعني الحساب ديال الناقص والزائد، راه قلنا الناقص مع الناقص ناقص وكنجمع، صافي عندي ناقص 7 ناقص 14 ناقص مع ناقص هي ناقص وكنجمع 14 مع 7 غتعطيني 21. الناقص مع الزائد كناخذ اشاره الاكبر يعني الاكبر مسافه عن الصفر بطبيعه الحال. اذا هنا ناقص 21 راها يعني 21 كبر من 3 خلي الاشاره، اذا و21 هي اللي عندها ناقص، اذا كناخذ الناقص وكندير عمليه الطرح الكبير من الصغير. اذا اكس كتساوي ناقص 18 على 9 كتساوي ناقص 2، اذا دونك موان 2 اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. ها اذا هذه هي الطريقه بالنسبه لهذا التمرين هذا. اذا غندوزو لهذه، اذا ملي كيكون عندي جداء يساوي صفر، اذا اما الفاكتور الاول يساوي صفر او الفاكتور الثاني يساوي صفر. 4 اكس زائد 2 3 اكس ناقص 1 كتساوي صفر، دونك 4 اكس بلس 2 ايغال ا 0 و 3 اكس موان 1 ايغال ا 0، دونك 4 اكس ايغال موان 2 و 3 اكس ايغال 1. Donc x égale moins 2 sur 4 ou x égale 1 sur 3. Donc x égale moins 1 sur 2,
x égale 1 sur 3. Donc, l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions, moins 1 sur 2 et 1 tiers, ou 1 sur 3. On joue l'équation, la dernière équation, x au carré moins 9 égale 0. X au carré moins 9 égale 0. Et donc, je vais dire une identité remarquable. C'est bien. صافي اذا اللي هي كتساوي اكس مربع ناقص 3 مربع كتساوي صفر اللي هي هذه هي ا مربع ناقص ب مربع اللي هي ا ناقص ب في ا زائد ب اكس ناقص 3 في اكس زائد 3 تتساوي صفر ورجعتها المعادله بحال هذه دونك اكس موان 3 ايغال 0 و اكس بلس 3 ايغال 0 دونك اكس ايغال 3 و اكس ايغال موان 3 دونك ليكواسيون ادمي deux solutions. L'équation admet deux solutions, 3 et moins 3. وانتوما بالنسبه لك نتوما كتكتبوا ديك دونك 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 اولا كديروا الاسهم اولا خدموا بالطريقه اللي كيخدم معكم الاستاذ في القسم. اذا غندوزو دابا ريزودغ لي زينيكواسيون سويفونت. اذا ليكواسيون لي نيكواسيون كتخدم بحال لي نيكواسيون غير هو بالنسبه للحل بما انه كيكون عندي اكبر قطعا يعني يعني ستريكتومون كيكون عندي اكبر قطعا اولا اصغر قطعا اولا اكبر من او يساوي اولا اصغر من او يساوي يعني كناخذوا جميع الاعداد اللي كاينين. الا كان انا غنخدم معكم باش نشوفوا كيفاش كنكتبوا الحل لان ما كيكونش عندي حل واحد كيكون عندي الحلول يعني بزاف ديال الحلول. اذا تبع معايا باش غادي نخدموا هاد ليكزارس. اذا بالنسبه لجوج عندي 3 اكس زائد 4 بلو غون او ايغالا موان 2 اذا اكبر من او يساوي. اذا غندوز 4 لهي اذا غتولي عندي ناقص 2 ناقص 4 اذا 3 اكس بلو غون او ايغالا موان 6 دونك اكس اي بلو غون كو او ايغالا 6 موان 6 بلس سور 3 دونك اكس اي بلو غون كو او ايغالا موان 2. اذا اكس اكبر من او يساوي ناقص 2. إذن جميع الأعداد الأكبر من أو يساوي ناقص 2 فهي حل لهذه هذه المتراجحة هذه. إذن أي عدد خديته يكون أكبر من أو يساوي ناقص هنا تناقص جوج داخلة لأن ملي كنقول أو يساوي يعني حتى هذا العدد اللي عندي راه حل لهذه المتراجحة هذه. إذن جميع الأعداد الأكبر من ناقص 2 راها حل لهذه المعادلة أو المتراجحة هذه. إذن شغل نكتب تو لي نومبر راسيونيل tous les nombres rationnels supérieurs ou égaux supérieurs akbar min supérieur ou égal à moins 2 sont solutions ou sont des solutions de cette équation de cette inéquation à fois mais c'est équation inéquation. بحال هكا كنكتب يعني الجواب ديال هاد لينيكواسيون هادي. اذا غندوزو لينيكواسيون الثانيه حتى هي فيها المقام. اذا كنخدم بنفس الطريقه قلنا ديال ليكواسيون زائد 2 اكس ناقص 1 على 3 اصغر من قطعا هنا ستريكتومون بلو بيتي كو 1 يعني واحد ما داخلش مثلا فهمتي الواحد راه خاصها تكون اصغر قطعا من واحد. اذا غن واحد مقامات المقام المشترك هنايا هو 6. اذا هنا غنكون ضربت في 3 3 اكس هنا غنكون ضربت في 2 غنخدمها مباشره هي 4 اكس ناقص 2 هنا ضربت في 6 باش تبقى لي هنا 3 اكس زائد 4 اكس ناقص 2 اصغر من قطعه 6. اذا 3 اكس زائد 4 اكس هي 7 اكس اصغر من strictement plus inférieur à 6 plus 2. Et dans la liste, on a x, on a 8 sur 7. اذا جميع الاعداد الاصغر قطعا من 8 على 7 يعني 8 على 7 ما داخلاش صافي الاصغر قطعا من 8 على 7 فهي حل لهذه المعادله. اذا غنكتبوا هكا تو لي نومبر انفيريور الاصغر انفير inférieur ou égal à 8 sur 7 là, mais c'est égal là
تولي strictement inférieur عفوا هنا تكون عندي strictement inférieur يعني أصغر قطعا صافي جميل أعداد صغيرة قطعا sans des solutions de cette inéquation. إذن هذا إذن هنا ملي كيكون أصغر قطعا كنكتبو strictement inférieur ولا strictement supérieur على حسب أشنو عندي. إذن غادي ندوز هنايا عندي جوج إكس جوج إكس بلوس سيت inférieur ou égal à 5 fois x moins 1 moins 3 واخا إذن هنايا غادي نشر جوج إكس زائد سبعة أصغر من أو يساوي خمسة إكس ناقص خمسة ناقص ثلاثة إذن جوج إكس غنجيب خمسة إكس هنا هي ناقص خمسة إكس أصغر من أو يساوي إذن هنايا عندي ناقص خمسة ناقص ثلاثة هي ناقص ثمانية ناقص سبعة ملي غدوز هنايا إذن غتعطيني ناقص ثلاثة إكس أصغر من أو يساوي ناقص خمسطاش ناقص خمسطاش إذن إكس كتساوي ناقص خمسطاش على ناقص ثلاثة اللي هي كتساوي خمسة صافي إذن ماشي تساوي هنا عندي يعني إنيكواسيو إكس انفيريور أو إيكال أ سانك إذن شنو غادي نكتبو هنايا غنكتبو تو يعني جميع الأعداد تو لي نومبر راسيونيل سوبيريور أو إيكال أ سانك سون دي سوليسيون دو سيت إيكواسيو إذن تو les nombres rationnels inférieurs ou égal à 5 sont des solutions de cette équation inéquation إذن واخا غندوزو دابا ليكزيرسيس دو عندنا هنايا واحد خمسة ديال التمارين كومباري إذن ملي كنبغيو نديرو الكومباريزون ديجا خدمت معاكم واحد سيري ليكزيرسيس خاصة بالهذا خاصة بالأوردر أوبيراسيون غتلقاوها في لاشين إذن كيفاش كندير الكومباريزون ديال واحد لي دو نومبر إذن ملي كيقول لك كومباري كندير عملية الطرح خرج ليا الفرق موجب في العدد الأول كبر من العدد الثاني خرج ليا سالب في العدد الثاني صغر من العدد الأول إذن غادي نمشيو نديرو لا كومباريزون إذن غنديرو موان 7 سور 5 موان 9 سور 6 كتساوي موان 7 سور 5 بلوس 9 سور إذا هنا خصني نوحد المقامات باش نشوف قبل ما نوحد المقامات انا عندي اختزال ناقص 7 على 5 نختزل حسن باش يجيني توحيد المقامات سهل 9 و 6 مضاعفات 3 تعطيني 3 على 2 كتساوي اذا هنايا المقام هو 10 هنا غنضرب في 2 هي ناقص 14 هنا غنضرب في 5 في 3 هي 15 اذا شحال غتعطيني غتعطيني 1 على 10 اذا puisque وبما ان اذا الفرق كيفاش عطاني موجب دونك موان 7 sur 5 اي بلو غران كو موان 9 sur 6 اذا هذا كبر من هذا علاش لان الفرق موجب هادشي ملي كيعطوني ندير كومباريزون هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها هنا عندي اي بي دو نومبر راسيونيل تيل كو اذا عطيني بحال هكا مونطري كو ا moins b égale à moins 1 sur 2. On déduire une comparaison de a et b. إذن بغونا نبينو أن a ناقص b كتساوي ناقص واحد على جوج. إذن هذه غنخدمها غندير يعني الريدكسيون يعني بحال غادي نختزل هاد الكتابة هادي وغنشوف شحال غادي تعطيني. إذن ناخد واحد الورقة أخرى إذن أونا شنو عندنا أونا 3 بلس 3 بي موان 3 إيكالا أ بلس 5 بي موان 4 إذن غنجمع لي زا أو لي بي هنايا إذن 3 أ زائد 3 بي كتساوي أ ماشي كتساوي ناقص أ ناقص 5 بي كتساوي ناقص 4 زائد
ثلاثة. إذا دوزت هذيك ثلاثة الجهة الأخرى. إذا هنايا ثلاثة أ ناقص أ هي جوج أ، ثلاثة ب ناقص خمسة ب، إذا غناخذ ناقص ديال الخمسة اللي هي أكبر من ثلاثة أو أبعد مسافة من ثلاثة، وغادي نطرح غتجيني جوج ب. شحال كتساوي؟ كتساوي ناقص واحد. هنا شنو غادي ندير؟ لأن في الآخر بغيت تخلي أ ناقص ب، غنعمل بجوج. تبقى أ ناقص ب كتساوي ناقص واحد. إذا أ ناقص ب كتساوي ناقص واحد على جوج، وحنا وصلنا لداكشي اللي كان مطلوب منا. قالك أون ديدوير أون كومبار أون كومباريزون دو أ اي بي، قالك استنتج من هادشي. هنايا خصنا نستنتجو واحد الكومباريزون، واحد المقارنة بين أ و ب. إذا هنا أصلا بغيت ندير مقارنة، خصني ندير عملية الطرح بين أ و ب. إذا بما أن أ ناقص ب تساوي ناقص واحد على جوج، إذا بويسكو موا أن سور دو ستريكتومون انفيريور أ زيرو، إذا أ راها يعني انفيريور أ ب. صافي. إذا أون شنو عندنا؟ أون A moins B est égal à moins 1 sur 2. Puisque, بما أن ناقص واحد على جوج صغر من صفر، دونك شنو غنستنتجو؟ أن A أصغر من B. لأن هذا قالك غير استنتج، ماشي غتعاود من الأول تقدر، وإنما هي استنتاج وصافي. ليكزارسيس 3. X, Y et Z 3 nombres rationnels tels que. إذا X و Y و Z ثلاثة الأعداد بحيث. إذا هو لونكادرمون ديال X ديال Y و لونكادرمون ديال جوج Z ناقص واحد على ثلاثة. Encadré 3X plus 1, 1 sur 3Y, X plus Y et X moins Y. إذا بالنسبة لونكادرمون ساهل. إذا داكشي اللي داكشي كنضرب فيه هنا كنضرب فيه هنا، زدت هنا كنزيد في كل شيء، نقص من هنا كنقص في كل شيء. إذا أون فانكادري 3X plus 1. إذا أون كنبدا بداكشي اللي عندي. أون X مالو محصور بين 4 و 3 4 و 7. دونك إذا بغيت 3X، إذا خصني نضرب في 3. صافي. إذا 3 في 4 صغر من 3X صغر من 7 في 3 أو 3 في 7. إذا 3X هنا ممكن نديرو الضرب مباشرة. إذا هنا عندي 12، 3 إكس محصورة بين 12 و 21، غنزيد واحد. إذا هي 12 زائد واحد صغر من 3 إكس زائد واحد صغر من 21 زائد واحد. دونك إذا هنايا 3 إكس زائد واحد محصورة بين 13 و 22. إذا لونكادغمون على العموم يعني مسألة بسيطة. غندوزو دابا نديرو لونكادغمون ديال واحد على ثلاثة إيكغيك. أون إذا شنو بالنسبة لإيكغيك؟ شنو عندي؟ محصورة بين ناقص ستة وناقص ثلاثة. إذا غنضرب في واحد على ثلاثة. دونك واحد على ثلاثة في ناقص ستة محصور بين إيكغيك في واحد على ثلاثة، ومحصور بين ناقص ثلاثة في واحد على ثلاثة. إذا هنايا غادي نختزل، ناقص ستة على ثلاثة هي ناقص جوج. إذا هنا هي إيكغيك على ثلاثة، مشات ثلاثة مع ثلاثة بقات ناقص واحد. إذا حنا درنا أونكادغمون ديال إيكغيك سيغ تخوا. بغاونا نديرو أونكادغمون ديال إكس بلوس إيكغيك و إكس موان إيكغيك. إذا أون غنعاودو داكشي اللي عندنا. أون إذا غنشوفو التأطير ديال إكس و إيكغيك تا هو إش قلنا ناقص ستة، ماشي هنايا ثلاثة كتبت إيكغيك، لا ربعة و سبعة عفوا. إذا هنا ربعة و سبعة، كنحاول نزرب شوية باش ميطولش الفيديو عاوتاني بزاف. ناقص ستة و ناقص ثلاثة. دونك إذا ندير إكس بلوس إيكغيك. إذا إكس بلوس إيكغيك بطبيعة الحال غتكون محصورة بين ربعة زائد ناقص ستة وسبعة زائد ناقص ثلاثة. ألوغ إذا ربعة ناقص ستة هي ناقص جوج زائد وسبعة ناقص ثلاثة هي أربعة. إذا حنا درنا أونكادغمون ديال إكس بلوس إيكغيك. بالنسبة لإكس ناقص إيكغيك إذا تا هي غادي نخدموها. صافي. غادي هاديك يعني غادي نديرو بعدا ناقص إيكغيك شحال كتساوي باش نقدروا نخدموا بها. اذا اون اون اي محصوره بين اش؟
محصورة بين 4 و7، بين 4 و7. دونك إذا أنا بغيت ناقص إيكغاي، إذا كنضرب في الناقص بطبيعة الحال وكيتقلبو ل سميتو غادي نقلبو ل هادو، غادي نشوف إيكغاي بين، لا إيكغاي بين ناقص 6 وناقص 3، بين ناقص 6 وناقص 3 غنقلبو ليهم الأماكن ديالهم. دونك ناقص إيكغاي ماشي غير غنضرب في ناقص وغادي نحيد هنا نقول ناقص وهنا ناقص، لا نحيد هنا تبقى 6 وهنا 3، عمر 6 ما تكون صغر من 3، اذا كنحيد لهم الاشاره ديالهم الناقص وكنقلبهم، اذا غتولي هنا 3 وهنا 6 صافي. دونك اكس موان ايغريك، اكس موان ايغريك لان اكس ناقص ايغريك راه هي اكس زائد ناقص ايغريك صافي. اذا هي شنو عندي اكس هنايا هي 4 ناقص شحال 3 اولا ناقص زائد هاد 3 و اكس شحال عندها من الجهه الاخرى 7، اذا 7 ناقص 6 بطبيعه الحال، اذا هنا غتبقى عندي 4 ناقص 1 هي اولا 4 زائد عفوا هادي غنعاودها كلها باش تجي واضحه. واخا قلنا انك ايغريك بين ناقص 6 وناقص 3، ستة وناقص 3، اذا ناقص ايغريك شنو هي؟ دونك موان ايغريك قلنا بين 3 و 6 صافي. اون سي كو، ونعلم ان اون سي كو ايغريك موان اكس موان ايغريك هي اكس زائد ناقص ايغريك صافي، باش ما نخدمش بهذا الناقص باش ما يوقعش لكم الخطا. اذا ناقص اكس ناقص ايغريك هي اكس زائد ناقص ايغريك لان انا عندي لقيت ناقص ايغريك صافي. دونك اكس ناقص اولا اكس زائد ناقص ايغريك محصوره بين شنو؟ اذا الاكس محصوره قلنا بين 4 و 7، اذا هي 4 زائد 3 و 7 زائد 6، اذا هي 4 زائد 3 7، اكس هذه رجع ناقص ايغريك و 13 صافي. اذا بحال هكا كنخدمها، ديك بغيت ناقص ايغريك، اذا ناقص ايغريك كنشوف ليها لونكادرومون ديالها، ولكن ملي كنجي نخدم كنخدم بزائد باش ما يوقعش ليا خطا، لان الا جيت درت ناقص صافي واعتبرتها ناقص غادي ندير غنضطر ندير ناقص 3 وناقص 6 وهذا خطا صافي، لان عندي زائد ناقص هذيك ايغريك اللي صيفط ليها لونكادرومون ديالها. اذا فين وصلنا؟ وصلنا المونتري كو، اذا بغينا نشوفو لونكادرومون لقاو ان لونكادرومون ديال زاد هو يعني انه محصور بين 5 و8، اذا انطلاقا من هذه غادي نبقى حتى نخلي زاد بوحدها. اذا اون اذا نحط لونكادرومون ديال زاد ونبقى نحيد منه داكشي اللي زايد عليه حتى يبقى ليا غير زاد بوحدها. اذا هنا غنضرب في 3 باش نتخلص من 3، اذا 3 في 3 جوج زاد ناقص واحد صغر من 5 في 3، إذا أنا تخلصت من المقام، إذا هي 9 جوج زاد ناقص واحد صغر من أو يساوي 15. دابا غنتخلص من هاد ناقص واحد باش غنزيد واحد هنا ونزيد واحد هنايا، إذا 9 زائد واحد صغر من أو يساوي جوج زاد صغر من أو يساوي 15 زائد واحد، إذا دونك جوج زاد بيناش محصور بين 10 و16. اذا دابا باش نتخلص من هاد جوج غنقسم على جوج، اذا 10 على جوج و 16 على جوج، دونك زاد محصور بيناتاش بين 5 و8، دونك زاد محصور بين 5 و8، وهادشي اللي طالبوا منا اننا نوصلوا ليه. اذا غندوزو نشوفوا هنايا on considère les deux expressions، اللي نعتبر هاد جوج ديال لي زيكسبرسيون، ا هي اكس بلس 2 او كاري، وعندنا بي هي اكس في اكس زائد جوج. ديفلوبي اي ريدوير ا موان بي، بغونا نديفلوبيوها هاد ا ناقص بي وعاد نديرو لها يعني نريدويوها يعني نجمعو لي تيرم لي بحال بحال. اذا غادي نديرو اون أ ناقص ب أ موان ب شنو كتساوي؟ إذا أ هي إكس زائد جوج الكل مربع ناقص إكس
x زائد جوج. واخا اذا غادي نخدموها. اذا هي ا ناقص بي تساوي، اذا هنايا متطابقه هامه غادي نخدمها، هي اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 ناقص، اذا غادي نفتح القوس هنايا، اكس في اكس اكس مربع زائد جوج اكس، اكس مربع زائد جوج اكس. اذا ا ناقص بي كتساوي شنو هي؟ اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 ناقص اكس مربع زائد جوج اكس تساوي. اذا هنايا مشات لاكس مربع مع لاكس مربع، بقات هنا 4 اكس زائد جوج اكس هي 6 اكس زائد 4، هذه اللي بقات عندي هنايا. اذا غادي نكملو ديدوير اون كومباريزون دو ا اي بي. هنا ما يمكنش نديرو يعني اون با ديدوير هاد الكومباريزون، علاش؟ لان هاد 6 اكس ما خصهاش تبقى لي. اذا هنا كاين شي، هنا غتكون خص تكون هنا 4 صافي، هنا خصها تكون 4 هنايا باش ملي نضرب اكس في 4 تعطيني 4 اكس، وتجيني 4 اكس تمشي حتى هي مع 4 اكس، ندخل ناقص غتمشي 4 اكس مع 4 اكس غتبقى 4، لان خصي يبقى عندي عدد باش نقدر نقارن به صافي. اذا هنا خص تبقى غير 4. ديدوير اون كومباريزون، اذا غندير اون ا موان بي ماشي تساوي تتساوي ا 4، اي بويسكو وبما ان 4 اي ستريكتومون بلو غران كو 0 الوغ ا اي بلو غران كو بي، اكبر من بي صافي. اذا بحال هكا باش نقدروا نحدوا واش ا اكبر من بي ونديروا الكومباريزون. هنا غندوزو للتمرين في لي فيكتور اي ترانزلاسيون. اون كونسيدير لا فيغور سي دوسو، اذا اللي نعتبر الشكل اسفله، E F G H est un parallélogramme de centre O. Parallélogramme de centre O complété par ce qui convient en comme l'obima Younes. Donc O H, O H plus G F. O H plus G F. Iden hnaya, il a bait nkhdem kallahed anna O H مع G F la bait nkhdem علاقة شال ما عنديش. او اش مع جي اف ما عندهمش واحد النقطه هنايا المشتركه اللي غادي باش تخليني نخدم العلاقه ديال شال. اذا اش كندير؟ كنحاول نعوض بواحد المتجهه، بواحد المتجهه كتساويها باش نقدر ندير علاقه شال. اذا او اش مع جي اف، جي اف غنعوضها باش او، لان جوج متجهات متساوين كيكون عندهم ميم ديريكسيون ميم نورم وكيكون عندهم ميم سونس، اذا عندهم نفس الاتجاه نفس المنحى وعندهم نفس القياس. اذا جي اف تبعوا معايا، راه خصنا نركزوا ضروري على المنحة، واش حنا جايين من جي لاف ولا غاديين من اف لجي؟ اذا حنا غاديين من جي لاف، اذا باش غنعوضها بالاش او. علاش؟ لان بما ان هذا باراليلوغرام، اش كنعرفوا حنا على الباراليلوغرام؟ يعني لي كوتي اوبوزي سون باراليل اي دو ميم ميزور، بطبيعة الحال متقايسين ومتوازين صافي. اذا هنا كيحق لينا ان جي اف كتساوي اش او، وان او اف كتساوي اش جي، ولا مشيت بالعكس كنعكس الجهه الاخرى. اذا او اش غنحتفظ بها، و جي اف غنعوضها باش او. اذا هنا نقدر نطبق علاقه شال غتعطيني او 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 بطبيعه الحال صافي. اذا غندوزو هنايا لاش اف، وهنايا هاد واخا نكملو اش اف، اش اف زائد جي اش زائد جي اش. اذا هنا كيبان ليا ممكن نطبق العلاقه ديال شال، الا صبقت جي اش هي الاولى غتلاقى الاش مع الاش، اذا يكفي انني غير نقلب الترتيب بطبيعه الحال صافي. اذا هنا غندير اش اف، ولا اما نقلب الترتيب جي اش وندير قدامها اش اف وغتعطيني جي اف، اولا ندخل عاوتاني هذه الطريقه اللي خدمنا بها دابا. اذا غنشوف، قلنا اش اف ها هي اش اف مع جي اش مع جي اش، غندي نعوض جي اش باف او باش تلاقى الاف مع الاف. اذا اش اف غنحافظ عليها، وجي اش قلنا غنعوضها باف
اف او غتعطينا هي اش او باستخدام علاقه شا غتعطيني اش او. وكما قلنا الا قلبنا هذه راه ممكن نقلبوا هذه نجيبوها هي الاولى، اذا جي اش زائد اش اف غادي تعطيني جي اف، غتعطيني جي اف ورا جي اف هي اش او، راه بحال بحال صافي. جي اف قلنا راه هي اش او، اذا اما تقلبهم اما تخدم بهذه الطريقه، يعني تلقى تتبدل واحد المتجهه بمتجهه اخرى اللي تقدر تطبق بها علاقه شال. عندي او اف غادي نزيد عليها جي اش، او اف غادي نزيد عليها جي اش. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ بغيت او اف نزيد عليها جي اش، اذا غنعوض جي اش عاوتاني بالمتجهه اللي كتساويها. اذا عندي او اف باش نطبق علاقه شال، او اف كتساوي اش جي ماشي اش جي، اذا اش جي اش جي اش دابا هي اللي غنبدل، جي اش كتساوي اف او، كتساوي اف او اللي هي كتساوي او او. الا طبقت علاقه شال اف مع اف كتمشي كنجمع دوك لي او مع بعضياتهم كتعطيني متجهه عفوا منعدمه، ماشي او انما هنايا صفر، كتعطيني متجهه منعدمه. راه ممكن نعوض حتى او اف نعوضها باش جي، راه نفس الحاجه وتعطيني اش اش صافي. المهم انني كنعوض بحاجه اللي نقدر نطبق بها علاقه شال. اذا هنا عندي او اف زائد جي اش، او اف زائد جي اش زائد اف جي. اذا هنا كنبدا نجمع اللي غادي يسمحوا لي نخدم علاقه شال. اذا شكون غيخليوني هنايا نخدم علاقه شال؟ هادو او اف زائد اف جي اش غادي تعطيني؟ غتعطيني او جي صافي. هادي مع هادي غتعطيني او جي زائد جي اش. اذا غنجمع هادو بعلاقه شال غيعطوني او اش، يعطوني او او اش. اذا غادي نكمل، ممكن تعطيني من غير او اش. اذا الا صبغت اف جي خدمتها مع جي اش غتعطيني اف اش، وغتعطيني قلنا اف بلاتي غتعطيني اف اش باش نحافظوا على نفس الترتيب. غتمشي الاف مع الاف غتعطيني او اش، هي هذه نفس غيخرج ليا نفس الجواب اللي هو او اش. اذا غندوزو ليكزيرسيس 5. ا بي سي ايتان تريونغل كونستروير لو بوين E image de C par la translation de vecteur AB. إذن بالنسبة l'image صورة بواحد الإزاحة هي بحال إلا كترسم متوازي أضلاع. صافي هادي ديرها في بالك، لأن أغلبية كيعطيوكم هاد الطريقة هاد سميتو ديال متوازي أضلاع. علاش؟ لأن ما كيكونوش تابعين نفس المستقيم. أنا غنشرح لكم دابا بغيت ورقة بيضاء باش غنقدرو نرسمو هادشي اللي مطلوب منا دابا. شوف هنايا شي ورقة واخا غنرسمو يعني ا بي سي واحد تريونغل كيما كان غنرسمو. واخا اذا هو غنرسمو بحال هكا مثلا، اذا ها هو ا بي ا بي سي. بغاونا نرسمو لو بوين او ايماج ديال سي، او ايماج ديال سي بالفيكتور ا بي. ما معنى غنصايب ايماج ديال واحد النقطه بواحد الفيكتور؟ يعني ان هاد ا بي اش غتكون كتساوي المتجهه ا بي كتساوي سي او، كتساوي سي او صافي. هاد سي او اللي غنرسم بما انها غتكون او هي صوره سي بالمتجهه بالازاحه ديال المتجهه ا بي، اذا خص يكون عنده من الديريكسيون نفس يعني نفس لو سونس، وكيكون عنده نفس يعني لا ديستونس نفس المسافه نفس كل شيء. اذا الا كانت جايه هذه المتجهه من ا بي الاخرى خاصها تمشي من سي ل او ليماج. وهذا اش كيعني؟ كيعني ان ا بي او سي ايتان باراليلوغرام صافي، ان ا بي او سي ان باراليلوغرام. وحنا كنعرفوا نرسموا ان باراليلوغرام. اذا ملي كيعطيك ترسم واحد النقطه بواحد الازاحه ديال المتجهه خاصك ترسم واحد الباراليلو غرام، لان هذه الخاصيه هذه كتعطيني ان ا بي او سي ايتان باراليلو غرام. اذا غناخذ هذا القياس هذا، اذا هذا اللي من ا بي خصو يكون بحالو بحال سي ال او. اذا ومن هذا خديتو، دابا غناخذ هذا جاو تقريبا بحال تقريبا بحال بحال. اذا غنحاول نطول شي واحد فيهم باش يبان لينا الشكل احسن.
لانه يجي هنايا شويه. صافي انا طولت هذا الضلع، اذا غناخذو هنايا، اذا قلنا قد المسافه ار بي قدها غتكون قد سي او، اذا كانني كرسم متوازي اضلاع، لان هاد الشروط هادو كيحقوا ليا الشرط ديال انه متوازي اضلاع. اذا هنا كنكون رسمت او خاصها تجي هنايا، اذا قد سي او قد ا بي نفس المنحى نفس الاتجاه، اذا هذه هي او. ولا كملت بحال هكا غادي يخرج ليا متوازي اضلاع. اذا حنا رسمنا او اللي هي ليماج دو سي بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي. مونتري كو لو كوادريلاتير ا بي او سي اي ان باراليلوغرام، ا بي او سي اي ان باراليلوغرام. اذا بما ان او هي ليماج بهذا الفيكتور هذه، فان ا بي يساوي سي او، ومباشره غير كنبين هذه فكنقول انه ان باراليلوغرام. صافي، اذا غنكتبوا اون او مالا اي ليماج دو سي بار لا ترانزلاسيون de vecteur A B. Donc هاد الهضره اش كتعني؟ كتعني ان سي او كيساوي ا بي دو. اذا ان فوا كتحقق العلاقه، اذا هذا كيكون عندي متوازي اضلاع. دونك ا بي او سي اي ان باراليلو. اذا هذا هو البرهانه كيفاش كنبين ملي كيعطوك ترسم نقطه هي صوره بواحد المتجهه وكيقول لك بين انه باراليلوغرام، يكفي انك تدوز من هاد ديمونستراسيون هادي. دابا قال كونستروير لو بوين اف ايماج دو بي، انا نرسم اف ايماج دو بي باش من فيكتور بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي ب ا بي. اذا غنرسم اف صوره ديال بي باش ب ا بي. اذا كنظن طولت غتجيني خارجه، ماشي مشكل. اذا غادي يجيو في نفس المستقيم، غيجيو في نفس المستقيم، لان باش يكونوا متوازين وعندهم نقطه مشتركه اذا راهم كيكونوا كونفوندو يعني منطابقين. اذا غادي نكمل على هذا المستقيم، خصني ناخذ نفس القياس، خصني ناخذ نفس القياس، انا ما غاديش يكفاني. صافي، اذا هنا غادي تجي خاصها تزيد مازال الطوال. علاش؟ باش ناخذ نفس القياس اللي كاين هنا، مثلا هنا كاينه 5 سنتيمتر، حتى هنا خاصها تكون 5 سنتيمتر. اذا اف غادي تجيني نورمالمون خاصها غتجي خارجه شويه. صافي، اما خاص يكون عندي نفس، اذا ا بي كتساوي بي اف. صافي، وبي غادي تكون هي منتصف ا اف، وهادشي اللي غيطلبوا منا اننا نبينو. قالك مونتري كو بي اي لو ميليو دو سيغمون ا اف، قالك بين ليا ان بي هي منتصف ا اف. يعني عاوتاني كندوز من هاد القاعده هادي، الا كانوا النقاط يعني على استقامه وحده عندهم واحد نقطه مشتركه، فهذيك النقطه كتكون هي المنتصف ديال هذيك القطعه هذه. اذا تبع معايا كيفاش كنديروا الديمونستراسيون. اذا اون اشنو عندنا؟ ان اف اي ليماج دو بي. اون اف هذه اللي كانت غتجي هنايا اي ليماج دو بي بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور par la translation de vecteur شنو a b. هادشي شنو كيعطينا؟ دونك ab كتساوي bf. اذا ملي كتكون عندي واحد النقطه هنا بيناتهم مشتركه، اذا b راها منتصف ab كتساوي bf، اذا b راها منتصف af. اذا الا كانوا نقاط مختلفه كنبين انه باراليلوغرام، ولا كانوا نقطه مشتركه كتبين ان يعني بي ميليو دو اف. دو بي اي لو ميليو مباشره دو اف. صافي، اذا بهذه الطريقه قلنا باش كنبينوا ان بي منتصف هذيك القطعه. دابا غندوزو، قال لك مونطري كو لو كوادريلاتير بي اف او سي، هذا بي اف او سي اي ان باراليلوغرام. اذا كيفاش كنبين ان واحد الكوادريلاتير تما عندي باراليلوغرام انطلاقا من المتجهات؟ اذا اما كنبين ان سي بي كتساوي او اف، اولا بي اف كتساوي سي او،
اذا الا بينت هاد العلاقات هادو فكنكون بينت انه باراليلو غرام صافي. اذا غادي نشوفوا اشنو عندنا انطلاقا من هاد الشيء اللي كاين هنايا. تبع معايا، شفنا في الاول انه شنو عندي، عندي سي او كتساوي ا بي، سي او كتساوي ا بي، وشفنا من بعد ان ا بي كتساوي بي اف. اذا انطلاقا من هادو بجوج اش كيبان لينا؟ كيبان لنا ان سي او كتساوي بي اف، سي او كتساوي بي اف، وان فوا نبينوا هاد العلاقه هذه صافي راه حنا بينا انه باراليلو غرام. اذا هادشي اللي غنكتبو، اذا اون ا بي ايكال ا سي او، ياك تيساوي هاد الفيكتور هادي، والفيكتور ا بي تساوي الفيكتور بي اف. اذا هنا ا بي ا بي، دونك سي او فيكتور سي او كتساوي الفيكتور بي اف صافي مباشره. الو كنبين ان هذا الرباع اللي مشكل من هاد ربعه النقاط انه باراليلوغرام. الو بي اف او سي اي تان باراليلو تان باراليلوغرام صافي. اذا هادي تقريبا شفنا دوك الحالات اللي كيعطيو اذا اما تبين يعني انه منتصف تبين انه باراليلو غرام. اذا هنايا زيد واحد ليكزيرسيس ديال واحد البونيوس، انا نعطيكم غير اشاره كيفاش تخدموه، راه بسيط. اذا قال لك ا ناقص واحد على ا ناقص بي كتساوي واحد على ا زائد بي، بين ان ا بي ا زائد بي كتساوي جوج. اذا اش غادي دير هنايا؟ غدير داك البرودوي اون كخوا، يعني بحال غت واحد المقامات باش تحيدهم. اذا غضرب هذه في هذه وهذه في هذه، وغادي تبدا تسامبليفي حتى في الاخر غادي تعمل بواحد الا وغتبقى لك هنا جوج ا، وغتختزل بهذيك الا وتبقى لك في الاخر جوج صافي. بالنسبه هنايا انا غادي انا غنوريها لكم ديجا جاوبت عليها، ما بقاش داركم راسكم عليها. اذا قال لكم اونطرون كو ا بلس بي ايغال ا 2، اذا شنو عندنا؟ عندي ا ناقص 1 على ا ناقص بي كتساوي 1 على ا زائد بي. اذا درت انا البرودوي اون كخوا، اذا ا ناقص 1 في ا زائد بي كتساوي ا ناقص بي. اذا ضربت ا في ا مربع، نشرت هنايا، اذا ودوزت كلشي لعندي هنايا، ال ا دازت بناقص ا ناقص بي دازت بي، اذا مشات ناقص بي مع بي، بقات ا مربع زائد ا بي ناقص جوج ا. اذا هنا شنو درت؟ هنايا عملت دوزت جوج ا الجهه الاخرى، لان في الاخر انا بغيت غير ا و بي. اذا ندوز ناقص جوج ا الجهه الاخرى بقات جوج ا، عملت هنا ب ا هي ا زائد بي. اذا ا زائد بي دوزت ال ا لتحت اختزلت بها بقات ا بي كتساوي جوج. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، اذا الا محتاجين شي درس اولا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله مع نماذج فروض اخرى. بالتوفيق والى اللقاء.